2 وفيه الناشطة الحقوقية غادة جمشير، وهي تتكلم كلام جيد حقوقي، ولكن عندي عليها شيء سأقوله بعد أن نسمع الفيديو ونسمع صوتها الشجاع، وبعد كذا أعلق. خلينا نشوف فيديو رقم 2 ونرجع مرة أخرى. التمتع بالصغيرة تعرف شنو معناتها؟ معناتها يتمتعون بالطفلة اللي عمرها 2 3 سنين 4 سنين. طيب عشان ما ندخلوا في التمتع تفصيلات. بالمفاخذة، خل اشرح لك شنو هذا. ضد حقوق الطفل، هذه يعتبر اعتداء جنسي على الطفلة. التمتع بالمفاخذة شنو ذي؟ التمتع بالرضيعة معناته ذي. زين، الرضيعة يعني كم عمرها؟ سنة، سنة ونص، أشهر. يعني هل يعقل رجل بالغ يمارس الجنس مع طفلة رضيعة؟ وتقولون للشريعة الإسلامية أحلت هذه الأمور؟ ممتاز. إذن في البداية أعلق على ما قدمته السيدة غادة، أنه أولا ده صوت شجاع وصوت رائع جدا، وهي تطالب بأنه لابد من حماية الأطفال، وده شيء محمود يعني يضاف إلى سجلها. ولكنها في ذات الوقت تتحامل على طائفة واحدة في الإسلام، وهي طائفة الشيعة، وتعتقد أن هذا الأمر لا وجود له إلا عند الشيعة، مع أن الأمر ده موجود عند السنة. التمتع بالصغيرة موجود عند السنة، وقدمنا مراجع عديدة جدا في الحلقات السابقة. هل ما قالته صحيح عند الشيعة أم لا؟ طيب، هذه بداية أريد أن أبدأ بها. نعم، ما قالته صحيح. خلينا أقدم بعض التفاسير هنا في تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن للمفسر الطوسي. صراحة في سورة واللائي لم يحضن الطلاق 4 قال واللائي لم يحضن الصغار، هذه واضحة. إذن يعني من حيث الاتفاق في هذه الجزئية، نعم، أن الصغيرة يمكن الاستمتاع بها، ولكن عند الشيعة في لا يمكن الدخول بها إلا في سن 9. نعم، يعتقدون أن سن 9 هو سن يعني ناضج، هو ده كلام فاضي طبعا، لا علاقة له لا بعلم ولا بأي شيء آخر. كلمة البائسة الطفلة المسلمة. مسألة ناشر يقول الخميني لا يجوز وطء الزوجة يعني الجنس الكامل معها قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، يعني لو كان زواج متصل متواصل أو كان زواج متعة مؤقت، كان النكاح يعني دائم أو منقطع لفترة محددة يكمل. وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم وهذه الكلمة فلا بأس بها حتى في الرضيعة. حتى في الرضيعة. أصحاب العقول يعني يجب أن ينتبهوا هنا يعني إلى خطورة هذا الكلام، حتى في الرضيعة. هل هذا الرجل بالغ يمارس الجنس مع طفلة رضيعة؟ وكيف عقلتي، كيف قبلتي رجل بالغ عمره 54 سنة يمارس الجنس مع طفلة عمرها 9 سنوات؟ أنت تقولين، أتقولون لي هذا إسلام؟ نعم، هذا هو الإسلام، وهذه سنة رسول الإسلام. ألم يمارس رسول الإسلام الجنس وهو 54 سنة مع عائشة عمرها 9 سنوات؟ لماذا ترفضين على الشيعة هذا الأمر وتقبلينه لا مشكلة على رسول الإسلام؟ يجب أن يكون هناك عدل. فهذا خطأ وهذا خطأ، ما فيش واحد فيهم صح الاثنين، بس يجب أن نحكم أيضا حتى ولو ضميريا على هذا النطاق، لكن أنا أعتبرها جزئية هامة. تفضل. وأنا أعتذر للأحباء المشاهدين، أنا حقدم فيديو طويل شوية، لكن ليه؟ لأنه أنا يمكن أن أتكلم كثيرا بمراجع وهو شيء جيد، ولكن جيد أيضا أو بالأكثر أن يتكلم شيخ مسلم في هذا الأمر، فهو فيديو طويل. نعم. فيه شيخ شيعي أتى في التسجيل بشيخ سني، وهذا الشيخ السني يعير
الشيعة نعم. ويقول لهم كيف تقبلون الاستمتاع بالرضيعة نعم. وفي ذات التسجيل يرد الشيخ الشيعي عليه ويقول له يعني ببساطة الموضوع عندي وعندك انت جاي تعير مين تعال اجيب لك من كتبك وراح جايب له من الكتب بتاعك اي انسان يقبل ان يأتي الى رضيعة عمرها لم يتجاوز السنة 5 أشهر 6 أشهر 10 أشهر سنة سنتان رضيعة قال يتمتع بها يقبلها يضمها يتفخذها لا أستطيع أن أتكلم ماذا أقول سمعتوا معي كلامه وشنو ألفاظه يعني سيئة أنا ما بأنزل لمستواه ما بأنزل لمستواه تفخيض الرضيعة القائلين أو القائلون بهذا الرأي من عندنا إحنا نقول إن الاستمتاع بالرضيعة ما يجوز وطئها إذا كانت أقل من 9 سنين الكلي ما دون الوطء جائز شرعا ولا لا إذا قلت حرام دليلك شنو دليلك القاعدة الأصولية المعروفة الأصل في الأشياء شنو الإباحة إذا قلت حرام دليلك شنو أنت ما عندك دليل احنا ما نتكلم عن الامور الاخلاقيه ممكن الامر الاخلاقي ما تقبله انا ما في اساسا شخص عاقل كبير يعني يتلذذ ويستمتع بطفله صغيره رضيعه ما اتكلم عن الناحيه الاخلاقيه اتكلم عن الناحيه الشرعيه عندك نص يحرم لكن ما ثبت هذا عند فقيه من احد الفقهاء ما ثبت ما في نص لذلك قال هذا الكلام اولا هذا جائز ولا مجائز خلونا نشوف أحد أكبر علماء إخواننا السنة شنو يقول وهو ابن بطال المالكي طبعا بالمهد يعني رضيعة نعم رضيعة في المهد يقول انزل فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء 11 يقول ابن حجر في صفحة 25 وقال ابن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطأ احنا الحين نبي نثبت اولا زواج الكبير من المهد جائز شنو اجماعا طيب الاستمتاع الان بهذه الطفلة الصغيرة جائز طبعا دون الوطأ احنا نقول احنا اول شيء عند الشيعة ما في وطأ من 9 سنين ما في وطأ خلونا نشوف الحين أقوال علماء إخواننا السنة وهذا الشخص اللي قاعد يطعن فيهم من حيث يدري أو لا يدري أنا ما أدري شوفوا معي شرح مسلم للنووي في الجزء الثالث في صفحة 577 باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة طيب مثل نقول احنا الاستمتاع بها التلذذ بها شنو يا نووي يقول عمل به إذا ما كان في ضرر يعمل به صح وإن اختلف فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت 9 سنين دون غيرها وقال مالك حطوا تحت العبارة هذه خط وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط
بسن وهذا هو الصحيح. إحنا هذيل شنو شواذ عندك ما يضبط بسن، يعني إذا كانت تطيق الجماع عمرها سنة سنتين خمسة أشهر عشرة أشهر سنة سنتين لكن تطيق الجماع يقول لك صحيح إذا ما كان في ضرر. الحين إيش رأيك أنت؟ كل الألفاظ اللي قلتها وتتهم في الشيعة، الحين تتهم في إخوان علماء إخوان السنة؟ طبعا هو يعتقد أن هذه أئمته، فبالتالي سب التي يتم تبادلها بين الشيعة والسنة في الموضوع ده بالذات. أنتوا الاثنين بتعايروا بعض، خلاص أنتوا شوفوا فين الأصل، فين أصل المشكلة. أنتوا مجرد ناس ورثتوا هذه الكارثة، هذه الجريمة البشعة، خلاص نظفوا العقيدة منها، طلعوها برا، ارموها، لا تصلح أصلا لا في الماضي، ولا إذا كانت لا تصلح في الماضي فبالتأكيد لن تصلح هذه الأيام. لكن هنا أنا عندي وقفة على بعض العبارات التي ذكرها الشيخ. تفضل. في البداية الفيديو قال أنا لا أتكلم من الناحية الأخلاقية، نعم، أنا أتكلم من الناحية الشرعية. دي كارثة، كارثة حينما يكون الشرع ضد الأخلاق، الشرع ضد الأخلاق، ويقول لك الإسلام دين الفطرة. هو دين الفطرة سنة وشيعة، يتم ممارسة الجنس مع طفلة صغيرة وما يسمى بين قوسين كبار يعني الاستمتاع بها، هو دي الفطرة؟ فكيف يكون الشرع ضد الأخلاق؟ يقول لا أنا لا أتكلم من الناحية الأخلاقية، أتكلم من الناحية الشرعية. إذا في يوم من الأيام كان الشرع ضد الأخلاق العامة المتعارف عليه، يجب أن الواحد ببساطة يفكر يشوف إيه الموضوع. لو كان في منه حكمة ممتاز خلوه، لكن لو كان في بس مجرد غرائز شخصية يبقى هنا في خطأ في هذه العقيدة. كل الكلام ده بالمناسبة يشاركني فيه الأخ أحمد اللي اتصل بنا من ثلاث حلقات من إيران وقال أنا لا أعرف أن هذا الأمر عندنا كشيعة، يعني فدينا بنوثق لك الموضوع من أفواه الأحباء الشيعة نفسهم، يعترفون أن هذا الأمر موجود عندهم، الاستمتاع بالرضيعة، الاستمتاع بالصغيرة، وعند السنة ما مش مضبوط بسن، كمان الجماع مش مضبوط بسن الوطأ. وسمعنا قرأ لابن بطال، يعني حتى الاسم غريب، ابن بطال في البخاري، وهو يقول عفوا في فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهو يقول لا مشكلة يعني حتى في المهد. المهد طيب يتزوج في المهد تبقى زوجته، بعد كده يحق لزوجته التي عقد عليها ودفع مهرها، يحق له أن يستمتع بها قدر ما تستطيع وتحتمل حسب القاعدة التي وضعها رسول الإسلام، لا ضرر ولا ضرار، فإن كان هناك ضرر لا يجوز. حابب أكمل لو ما عندك أي بس سؤال على الشيخ السني، يعني هل هو جاهل؟ هو مش عارف أنه الحاجات دي موجودة عنده، ولا بيدعي أنه هو جاهل، ولا هو فعلا مش فاهم، مش عارف أنا فيه. أنا ده سؤال صعب بالنسبة لي بالذات الشيخ ده، لأنه ذكر ألفاظ يعني واضحة، ذكر أنه هؤلاء يعني اللي بيمارس ده شاذ، صحيح، وركز على كلمة شاذ. طيب ما هو الموضوع هو موجود في المراجع بتاعت السنة، وموضوع يعني هل الشيخ اللي بيقول عن اللي بيمارس ده شاذ، هل لو كانت بنت صغيرة عمرها 7 سنين ومتينة زي ما بيقول ابن بطال في فتح الباري شرح صحيح البخاري، ايه رأيك؟ بيقول يجوز وطأها، تحتمل، انت ما شايف ده شذوذ يعني؟ هم كله على بعضه بصراحة، الموضوع شذوذ وخطأ، لازم يكون الإنسان عنده من الشجاعة ما يكفي أن يقول هذا الأمر خطأ. طيب موقف المسلم السني النهاردة، هو المسلم السني اللي بيسمعنا النهاردة وشاف كل الكلام ده وسمعه، المفروض أن يكون عنده موقف بعد ما فهم، على أساس أنه ما كانش فاهم. صحيح. طيب كنت يعني بتشتم وبتهزئ في الشيعي لأنه بيمارس الموضوع ده، طيب هو ده طلع تشريع إسلامي عام للكل، لكل المسلمين، طيب موقفك النهاردة يعني يحق، يعني مسموح إذا هو حابب يعمل كده، مباح. أيوة طيب ما هو يعني بيحتقر الشيعي بسبب الموضوع، بسبب جهله، كان جاهل لا يعرف. طيب لكن ربما هذه الحلقات تساعد.
الزواج قسمان، القسم الأولاني عقد قران، إجراء عقد القران، هذا شيء، والبناء يعني الدخول على الزوجة هذا موضوع آخر. فأما إجراء العقد فهذا أمر يعني ليس له سن معينة في إجراء العقد، يعقد على حتى يمكن أن يعقد على فتاة عمرها سنة زمان، مش 9 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين، هذا مجرد عقد إيجاب وقبول بين، بس الولي يكون هنا هو الأب لأنه ولي مجبر فتصير زوجته. لكن هل هي، هل الفتاة أو البنت محل للدخول أم لا؟ طبعا. وكم سن الدخول المناسب؟ هذا يختلف باختلاف البيئات وباختلاف الأعراف عند الناس. في ممكن في اليمن كانوا يزوجوا من 9 و10 و11 و8 و13، في بعض الدول تزوج من 16، في بعض الدول أصدرت قوانين ألا يتم الدخول إلا بعد 18 عام. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة حيث عقد على زوجته عائشة وكان سنها 6 سنوات وبنى عليها، يعني دخل عليها صلى الله عليه وسلم 9 سنوات. يقول 6 سنوات. لا، عقد عليها وهي 6 وتزوجها. يعني العقد في 6 والبناء اللي هو الدخول في 9 سنوات. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أسوة حسنة. بس خليني أوضح لك شغلة. ولكن طبعا أنا سؤالي نعم. سؤال لك إنه واحد عمره 12 سنة، واحدة عمرها 11 سنة، هل هذا الزواج منطقي مجاز شرعيا؟ إذا كان الولي الأب، الولي ما هو الولاية تنقسم إلى قسمين، يا يكون الولي هو الأب، فإذا زوج الأب ابنته على الرجل الكفل لها فهذا طبعا زواج صحيح. يعني في ظروف للناس، واحد رجل عنده بنتين 3 4 وطبعا يريد أن يسافر لديه ظروف، طيب ونريد هل تضيع هذه وليس لديها محارم، أليس من الأفضل أننا نعقد لها على إنسان تبقى عنده حتى يصونها وحتى يصرف عليها، فإذا ما بلغت سن الدخول دخل عليها. ومن قال أن الناس كلهم ذئاب كاسرة؟ الحقيقة في الشريعة الإسلامية لم تحدد سنا لا للرجل المتزوج ولا للبنت المتزوجة. لا. في القوانين، كثير من القوانين لا يجيز الزواج إلا بعد أن تبلغ 18. الحقيقة هذا تحكم وليس حكما شرعيا. لما؟ لأننا قد نقع أمام مسألة لا ينفعنا أن تبقى البنت إلى أن تبلغ سن الرشد. مثلا عندنا في البوسنة والهرسك يعني قتل الصرب من المسلمين هناك من الألبان العدد الكبير ومقابر جماعية كثيرة جدا، وفرت العوائل من تلك الحرب، وفرت أطفال صغار ليست أهلا للزواج، ولكن إن أدخلها الإنسان في بيته فقد تشتهى طبعا ويكون آثما وهو ناوي للأجر، فيعقد عليها عقدا فقط دون الدخول وتبقى الصغيرة حتى تكبر، ثم أنها يخطبها الخاطبون أو يجد لها زوجا، وهذا ما جرى في كثير من الدول الإسلامية على بنات البوسنة والهرسك على هذا. فإذا وجد لها رجلا طلقها وتزوجها ذلك، وليس هناك من عدة أصلا كما ذكرت قبل قليل. فإذا ليس من الضرورة أن تكون البنت قد بلغت سنا. إحنا في غالب الأحيان نأخذ على عامة وأكثر الناس، نعم أكثرية الناس لا تتزوج البنت إلا بعد أن تبلغ، وقد يكون البلوغ عندنا في بعض البلدان الإسلامية البلوغ يكون في السنة الثامنة والعاشرة. يعني في اليمن ممكن البنت تحيض وهي بنت 8 سنين. في الدول الباردة في روسيا وروسيا البيضاء والدول الاسكندنافية ونيوزيلند وكندا وغير قد لا تبلغ البنت وحتى تبلغ 22.
يعني لا تحيض إلا بعد هذه السن. ولذلك من عظمة الشريعة الإسلامية لمصالح أخرى، الزواج ليس للمتعة كما قلت في البداية فقط، نعم هو المقصود الأساسي منه هو هذا، ولكن هناك حالات تحتاج إلى حل. كثير من المجرمين اليوم من أعداء الإسلام يقولون كيف يتزوج محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وهو ابن 52 سنة بعائشة وكان عمرها 8 وبنى بها في 9؟ يا ناس، لما أنتم من إذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف الناس بالحجارة، لما أنتم تبيحون للبنت الصغيرة في أن تزني؟ يعني يعتبروا هذا من الحرية العامة. ولذلك نادرا ما تجد في هذه الدول الرعناء أن تجد بنت قد بلغت 10 أو 12 إلا وهي ليست بكرة. يبيحون هذا، لا بل سنوا في قوانينهم إذا كانت البنت دون 18 وقد جامعها صديقها الجيرل فريند بتاعها ولا إيش، ها، لها الحق في أن تسقط جنينها. إذن كيف تحللون النتيجة ولا ترضون بالسبب؟ لما تحللون أن البنت وتقولون هذه حرية شخصية، البنت يمكن أن يزنى بها أو تجبر أو كذا كذا، ومن حقها أن تسقط جنينها؟ فإذا كنتم تسمحون بدون هذه السن وبغير عقد وبغير أصول شرعية، فلما تحرمون الزواج؟